إذا نتحدث عن قضية الكردية بشكل عام كقضية أمة، تأكيد يعني لا زال أمامنا طريق طويل. يعني هو يتوج هذا الطريق بإعلان الدولة فقط؟ هو حق مشروع للأمة الكردية، ويجب أن يتحقق هذا الهدف، ولكن بدون اللجوء إلى العنف. أنا لست مع استخدام العنف. بلك الآخرين استعمل العنف. عند ذلك الدفاع عن النفس حق مشروع. طيب أنا شجع الحوار والتواصل وشرح القضية للآخرين، والنضال بهذه الطريقة، بطريقة ديمقراطية سلمية، وليس اللجوء إلى العنف. أما إذا اعتدي علينا فبالتأكيد ستقاتلون كما قاتلتم. سندافع. بعد عنده القدرة الأكراد، بعد يعني 15 أو 17 عاما من الاستقرار والأمان، بعد عندهم قدرة على القتال الأكراد أم فقدوا هذه الموهبة إذا بدنا نقول؟ والله يا أخي لي الأكراد لم يختاروا القتال، دائما فرض القتال على الكرد. يعني الكرد لم يكونوا مبادرين في القتال على طول التاريخ، إنما كان موقفه موقف دفاعي. وأعتقد الكرد سيبقوا مستعدين للدفاع على طول. أما أن يفكروا في الهجوم أو في استئناف القتال، فهذا لم يكن من شيمة الكرد ولن تكون. يعني هذه اليوم الثياب والبدلات واللي بشوفها عند الجيل الجديد ورجال الأعمال، هو كاك مسعود بصراحة يعني بلحظة لا سمح الله الاعتداء على كردستان، بتحولوا كلهم لمقاتلين وبشمرقة وبيشلحوا البدلة وبيصيروا مقاتلين على الجبهات؟ بدون شك عدد كبير من هؤلاء الشباب الذين تراهم لابسين ملابس أوروبية، ملابس أفندية كما يقولون، بدون شك إذا تعرض بلدهم إلى أي عدوان سوف يتحولوا إلى مقاتلين أشداء. هؤلاء الشباب سيتحولون إلى مقاتلين مهما كان المعتدي، أو ما في فرق من يعتدي؟ بدون شك. أنت واثق من أنا واثق. أنا واثق من عدد كبير من لا أقول كلهم طبعا ولكن واثق أنه الأكراد إذا اعتدي عليهم سيقاتلوا كما قاتلوا في السابق، ولا يعني تغرينا المظاهر هذه اليوم. طيب وبصراحة مسعود، أنت تقول أنه الحلم يعني الحقيقي في دولة كردية لم يتحقق، ولكن يعني أنا كل ما آتي إلى كردستان أرى دولة مستقلة. يعني أنتوا اليوم فقط ينقصكم الإعلان، عندكم برلمان، عندكم حكومة، عندكم رئيس إقليم اللي هو حضرتك، عندكم بشمرقة، جيش، شرطة، عندكم لغتكم، عندكم ثقافتكم، عندكم قوميتكم إلى آخره. يعني وكأنه هناك مناورة سياسية عم تعملوها، أنه نحن العراق ولكن أنتم فعليا عندكم دولة بدأت تكتمل ملامحها، عندكم مطارات انترناشنال ايربورتس يعني مطارات دولية. فهل هذه مناورة سياسية يعني فقط أنه لا نعلنها حتى لا نربك الجيران وحتى لا نفتح المشاكل، ولكن هي قائمة فعليا؟ أخي لي أود أن أكون صريح، يعني بعد سقوط النظام نحن الكرد حمينا وحدة العراق، ولحد هذا اليوم نحن السبب الأساسي في بقاء العراق موحد. العراق مش موحد شكليا نعم. بذلنا أقصى الجهود لكي نعمم تجربة كردستان على بقية المناطق في العراق، لكن مع الأسف الشديد الإخوة في المناطق الأخرى لم يستفيدوا من تجربته. نحن تبنينا ثقافة التسامح، هم تبنوا ثقافة الانتقام. أكو بعض السنة مثلا يرفض التدخل الإيراني، ولكن يروح يستنجد بتركيا ويدعو الجيش التركي للتدخل. فأعتقد هذا إنسان يعني يلعب بالنار. السني اللي يرفض إيران ويقبل تركيا، شنو الفرق يعني؟ نحن مشكلتنا أخي لي الشيعة يخافون من عقدة الماضي، السنة يخافون من عقدة المستقبل. والأكراد مما يخافون؟ من كل شيء. يعني شو أكبر هاجس عند الأكراد اليوم؟ إذا نعرف أنه عودة الدكتاتورية إلى الحكم. كيف ممكن أن تعود؟ إن شاء الله ما تعود، ولا يمكن أن نقبل بأن تعود، ولكن سألت ما هو هاجس الكرد؟ هو مش هاجس نظام دكتاتوري، عودة نظام دكتاتوري. مش تركيا هاجس الأكراد؟ لا. ليش؟ يعني إذا أنتوا اليوم ضمت كركوك إليكم، يعني
الأتراك غير راضين تماما وتصريحات دائما يعني ما تصب في خانة أنه لن نسمح للأكراد بأن يضموا كركوك. وبالمقابل أقول لن نسمح للأتراك أن يتدخلوا في موضوع كركوك. كيف لن تسمح لهم؟ هم كيف لن يسمحوا لنا؟ هم قوة عسكرية، جيش ضخم، ممكن يعني ما طبعا ما بدي استبق أنا ما خايف من قوتهم العسكرية، مهما كانت قوتهم العسكرية لن تكون بقوة صدام. بس هم أيضا قوة دبلوماسية كبيرة. لا خايف من قوتهم العسكرية ولا من قوتهم الدبلوماسية، لأنه يتدخل في شأن لا يعنيهم، في شأن داخلي لدولة أخرى. كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، تاريخيا جغرافيا كل الحقائق تثبت وتؤكد أن كركوك جزء من كردستان العراق وكردستان العراق جزء من العراق. فإذا كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، لا يحق لتركيا أن تتدخل في موضوع كركوك. إذا سمحت لنفسها أن تتدخل في موضوع كركوك سوف نتدخل في موضوع ديار بكر وغيرها من المدن الأخرى في تركيا. هذا تهديد أم مو تهديد؟ هذا جواب على إذا تدخلت تركيا. طيب بأي حق كيف تسمح تركيا لنفسها بالتدخل في موضوع كركوك؟ بسبب وجود التركمان في 30 مليون كردي في تركيا أيضا. أنتم ما تتدخلوا بشؤون الأكراد؟ نحن ما نتدخل، ولكن إذا هم يسمحون لنفسهم تتدخلوا في موضوع كركوك بسبب كم ألف من التركمان، عندئذ أيضا سوف نتدخل لأجل 30 مليون كردي في تركيا. هل تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد؟ أنا أتمنى لا تصل، ولكن إذا الأتراك يصر على أن يتدخلوا في موضوع كركوك أنا مستعد أن أتحمل كل النتائج ولن أسمح لهم أن يمرروا برنامجهم في كركوك. طيب أبو مسرور، هذه الثقة اللي عندك دائما ما أراها فيك تستمدها من حلفك مع الأمريكيين مع والله القوى؟ أنا استمدها من إيماني بالله وبعدالة القضية وبدعم كل الشعب العراقي لموقف هذا، لأنه هو تدخل في شأن عراقي. طيب بس دائما أنتم كنتوا ضحية اتفاقات دولية جانبية، دائما يطلعوا الأكراد ضحيتها. ماذا عن حلف تركي أمريكي يتخلى عن الأكراد ويسمح لتركيا بزعزعة استقرار أحلامه؟ القضية الكردية خرجت من ذاك الطور، خرجت من أنه يجري التآمر عليه. صحيح إذا الحقيقة إذا كتب لنا أن لا نستقر ولا نعيش بحرية، والله العظيم لن نسمح للآخرين أن يعيشوا بأمان واستقرار. لا نتمنى أن تصل الأمور إلى هنا، نحن أيضا لا نتمنى، ولكن طبعا أنا ضد هذا الشيء، ولكن نحن المستعدين أن ندافع عن حريتنا وعن قضيتنا إلى آخر الحدود. بس أنتم محاطين بثلاث قوميات، العرب، الفرس، الأتراك، واليوم في حال انسحاب أمريكي، في حال خسروا الجمهوريين الانتخابات الرئاسية المقبلة والديمقراطيين يريدون سحب القوات الأمريكية، كيف يمكن لكم أن تستمروا وأنتم محاطين بهذه الثلاث قوميات؟ سوف نختار الموت ولن نختار الركوع لأحد، وهذا قرار مهما كلف الأمر. لا يمكن أن نقبل لأي دولة من هذه الدول أن تأتي وتتحكم بمصيرنا. شوف يعني هلا الدول اللي تتقاسم كردستان، طبعا أولا الشعب الكردي لم يخير بين أن ينال استقلاله أو يكون مع هذه الدولة أو تلك، هذا التقسيم فرض عليه بالرغم من إرادته. وهذه الدول التي تتقاسم كردستان عقدت أحلام، تآمرت، تعاونت ضد القضية الكردية، كل واحد حاول من جانبه أن يمارس سياسة التتريك أو التفريس أو التعريب، فشلت في تحقيق هذه الأهداف. فلو كانت سياسة إنكار وجود الشعب الكردي، حرمان الشعب الكردي من حقوقه، لو كانت هذه السياسة ناجحة لنجحت خلال 100 سنة الماضية. بقاء القضية الكردية لحد الآن كهاجس بالنسبة لهذه الدول، هذا الدليل على أن هذه قضية حية والسياسات السابقة فاشلة، فيجب البحث عن حلول جديدة. الحلول الجديدة هي الحلول الديمقراطية، الحلول السلمية، هي هذه الحلول. أنا أقول مرة أخرى وأكرر وأقول أنه استقلال الأمة الكردية أن تكون لها دولة مستقلة هو حق مشروع وحق قانوني، لكنني ضد اللجوء إلى العنف لتحقيق هذا الهدف.